اللي بعده ايه بقى؟ عايز اعمل حبه شاورما حلوين. وزي ما قلت لحضراتكم انا عارف ان اطفالنا ممكن في بعض الناس النهارده يقول لك ايه، لا والله انا ماليش مزاج يا ماما النهارده اكل كبسه وفراخ من دي، لا انا عايز حاجه خفيفه. طب برضه بفكر دايما ان ممكن نعمل ايه يمشي. ففكرت ان لو جبت ربع كيلو فراخ في اللطافه كده اقدر اوظفهم عندي شاورما، وبطعم حلو، خضروات كتير، فايده كويسه، بلقمه عيش اي لقمه عندنا في البيت نقدر نوظفها. انا جبت النهارده عيش تورتيلا او عيش شامي او عيش بلدي براحتنا. طيب نبدا بايه بقى دلوقتي؟ نجيب عندنا الفراخ ونتبلها، دي اهم من التسويات برضه. تبلت الفراخ بتاعه الشاورما بتاخد وقت شويه، فالطبيعي ان اكون مجهز نفسي واسيبها شويه تاخد تتبيلتها، وبعد كده ابدا اعيش حياتي واحده واحده في التدريج بتاع التسويات. زي ايه مثلا؟ هعملها بالخلطه بتاعه الكور برضو للشاورما السوري، ولكن تعالى نتكلم الاول على الفراخ. حد يقول لي يا شيف والله ما بحبش الفراخ فيها وراك او العكس، هقول لك هي مش تحلو غير ما يكون فيها سن الدهون شويه. الشاورما عامه حتى لو على السيخ ما تلاقيهاش حلوه قوي وهي ساده من غير دهون، فبالتالي زي اللحمه برضو مش هتلاقيها حلوه لو احنا بنقصها او بنقدر نقطعها ما فيهاش اي دهون، بيبقى ليها طعم بس كمان وبيديها ايه نفس. طيب نعمل الخلطه الاول، تعالى نعمل الخلطه الاول عشان ايه نبقى موضحين الدنيا. الكيس ده فيه تبهيره للشاورما السوري، خلطه الشاورما السوري بتاعه كرور، موجود في كل حته وسعره على ما اعتقد بسيط جدا، فهيلخص عليا التشكيله دي كلها، او ان اروح عند العطار فيديني مره طعم مره طعم تاني مره هو لا مش هو. تعال نشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله، ادي كيس الخلطه زي ما هو، بص شكله عامل ازاي، كله برده بهارات مجففه ولا اي مواد حافظه ولا اي شيء، فبالتالي نفسه يبقى كويس وامان، وده اهم شيء عندنا. ايه بقى؟ حبه زيت زيتون على الوش كده، وعصره ليمون، وكمان انا من عندي بحب احط في الشاورما خل، ولكن مش هنا، بحطها هنا، بص خل اهو، وبحب احط في الشاورما اللحمه برتقان بيبقى مدي طعم كويس قوي. فلفل اسود برده مش هنا، بحطه عندي فين؟ على الفراخ. تمام. طيب علبه زبادي، ومن عندنا هم حاطين كل حاجه، ولكن احب اجود شويه، راح فين اهو، فص توم كده فريش بيعلي التيست قوي مع الزبادي، مضرب لطيف عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، الملامح بدات تبان. طب انا عايزها تبقى محمره شويه، اعمل ايه يا شيف؟ في اوبشن احط صلصه، في اوبشن احط مثلا شطه، وفي اوبشن احط بابريكا لو حبينا، فانا شايف ان الالطف ممكن نديها سن بابريكا فتديها لون وريحه، ولكن طعم الشطه مش موجود اهو. اتحولت ازاي؟ طب ممكن احط صلصه؟ اقول لك والله بلاش. طب ليه مش عايز تحط صلصه؟ عشان انا بحط صلصه يا شيف مثلا، عشان هتلزق منك في التشويح بسرعه حتى لو صفيناها كده. منظر التتبيله واضحه جدا، ما فيهاش اي حاجه. علبه زبادي، خلطه السوري بتاعت كنور بتاعت الشاورما، وانا جودت عندنا حبه زيت زيتون او زيت عادي عشان تبقى طريه معايا، وزودت من عندي فص توم فريش وحبه الليمون والخل زي ما اتفقنا هنا. اجيب بقى الفراخ زي ما هي كده بالخل بتاعها، وانزل بيها على وش التتبيله. الله، هنا بقى الموضوع هيبدا ايه يروح في حته ثانيه، وهو ده الموضوع، مش من مضرب بقى، بسكريبر. حاضر، لحظه واحده عليا اهو كده، اهو واضحه كده زي الفل. تمام التمام، اركن على جنب بقى كده وشوف اللي بعده. ايه اللي بعده عندك؟ بصلايه، قرن فلفل رومي احمر، اصفر اخضر، طماطمايه في الاخر، خيار في الاخر، واحط لها مشروم دلوقتي مش مشكله، والثوم الشرايح. يا ام محمد صباح الفل يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ابني عامل ايه؟ اهلا بيك يا ام، ازي حضرتك؟ والمصحف الشريف ده انا بعشقك، بحبك جدا. تسلمي يا ماما والله، الله يبارك لك. الله يبارك، والنبي عايز اكلمك في حاجه، ما تقطع عليا الخط. لو في اطار البرنامج تحت امرك. بره البرنامج في الكنترول. انا عندي 70 سنه مش صغيره. نعم؟ انا عندي 70 سنه مش صغيره. على راسي يا ماما. الله يخليك. بقول لحضرتك عندي ابني مخلص بكالوريوس تجاره ومحاسب. شهادته تشغله في بنك. قاعد من غير شغل دخل في 3 شهور. عايزك تعتبره اخوك وتشغله.
ده فوق دماغي يا حاجه. هديه لي اكنك جبت لي هديه عيد الام يا حبيبتي. ده انا عن عينيا ليكي. ممكن بس بعزمك في الكنترول ناخد بيانات حضرتك ونحاول نقدر نعمل كده على عينه. لو اقدر اعمل كده اكيد والله ما اتاخر عليكي ولا على ابن حضرتك ولا على اي حد في الدنيا. حاضر مش هنزعلك. سيب البيانات بيانات حضرتك في الكنترول ومحدش عارف. يمكن حد مدير بنك يقول لك هاتهولي دلوقتي. اتفضل الرقم اهو. حاضر يا ماما. ربنا يخليه لك ويحسن سوء كل واحد مننا يا رب. والسعي مطلوب. السعي للرزق مطلوب. ربنا يخليه لك وتشوفي ان شاء الله احسن الناس ان شاء الله. حاضر. طيب ارجع تاني. بصلايه نزلت الاول تتشوح. حلو الكلام؟ عفوا. تمام. عملت ايه يا باشا؟ نزلت عندي بالبصلايه بسنه زيت الاول خالص لوحدها. انا من الناس احب اسوي الخضار الاول على جنب والفراخ على جنب او اللحم على جنب. ليه يا شيف؟ عشان الخضار ده فيه ميه. فبعد ما بسوي حاجتي مع الفراخ ومع التتبيله ممكن تقلب معايا طاجن. يعني ايه تقلب طاجن؟ يعني حاجه هتبقى فيها ميه كتير وزبادي وفراخ هتجيب ميه والخضار هيجيب ميه فبالتالي مش هيبقى صح. احنا نعمل ايه؟ بالتدريج نسوي حاجتنا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. نرجع للشاورما. شوحنا الخضار زي ما حضراتكم شايفينه ما فيهوش اي تفاصيل اهو. حبه الخضار السوتيه خدوا سنه زيت وتقلبوا وتسابوا على جنب. طب والطماطم يا شيف في الاخر اهي ما بحرقهاش معاها وبحطها كمان بدون بذور عشان ما تجيبش ميه كتير فتوديني برده في سكه الطبيخ قوي. فاحنا واش واش عشان نظبط امورنا. طيب الفراخ اتصفت اهو زي ما حضراتكم شايفين. هاجي كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم واروح اعمل كده على طول من غير زيت او اي حاجه. تقلبتين بس الاول بدون اي ماده دهنيه لحد ما ننشف شويه الامور ونكمل بسم الله. وافرشها كده كاني بشويها اهو. تاخد اللسعه بتاعت الطاسه من غير اي دهون اهو. ده اللي انا عايزه ايه وايدي فيها برضه عشان ما تتسعش مني. ريحتها والله اكبر احسن من شكلها بكتير لاني مظبوطه. التبهيره مظبوطه، الزبادي مطرياها، كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين اهو. وابدا اقلب لحد ما تفرول معايا اهو. كده كده هتجيب مني ميه ولكن الشق الاولاني مظبوط نازل على نار سخنه. وابدا من دلوقتي بقى لو انا عايز دلع احط بقى حبه زيت زيتون اظبط اموري خلاص بقى بسم الله. ادي حبه زيت زيتون وابدا اسيبهم مع بعضهم شويه. هنا الامور بدات ايه تخش في مرحله ثانيه بقى اهو. هسوي حاجتي بقى على هادي والامور تبقى واضحه. بص المنظر. تبدا التتبيله تعمل لي صوص. شوف المنظر ده صوص شايف. لما انزل بالخضار هيشربه فهينشف برده فالامور واحده واحده. هنشوف اهو كده احنا زي الفل جدا وحاجتنا واضحه خلاص. اجيب عند الخضار. شفت حبه الفراخ قد ايه وبص الخضار ما شاء الله قد ايه اهو. قدهم يعتبر يعني ممكن اكتر شويه. وهبدا اروح مقلبهم مع بعض اهو. شوف منظر بقى ده بقى يمشي معايا فته. لو عايز امشيها فته شاورما عايز اعملها زي ما قلت لحضراتكم في عيش شامي عيش بلدي عيش صاج اي حاجه. بص المنظر. واللي باين الفراخ اكتر خدوا بالكم عشان تقطيعه الفراخ اكبر شويه من تقطيعه الخضروات يا فندم. تمام اهو اهو. واسيبها قدام عينيا مش بتصربع عليها. اول ما احس ان خلاص خارج التسويه اللي انا عايزها مجهز عندي طاسه او شوايه هبدا هسوي عليها حاجتي او لو حابب ادخلهم عندي الفرن برده ما عنديش مشاكل. كل الاحوال احنا تمام. طيب الطبق اللي بعده ايه يا شيف؟ على ما الشاورما تاخد وقتها وتتظبط كده وتتبل وتاخد تسويتها يعني. الطماطم خليها زي ما اتفقنا هي والخيار في النهايه. طيب الشاورما دي خلصت. شوف بقى الشاورما دي كده حاضر وعايز افردها على طبق عشان نشوفها ونهويها سنه. اميره هانم. الو صباح الورد. صباح النور. اهلا بيك يا اميره. ازيك؟ انا سعيده جدا اني بكلم حضرتك. انا اسعد يا فندم. انا اسعد. انا يعني عايزه اقول لوالدتك كل سنه وحضرتك طيبه انك جبت لنا يعني شيف زي سيف علاء بصراحه. ربنا يخليك يا فندم. كلك ذوق. الله يخليك. يعني شكرا. حضرتك انسان خلوق ومحترم ويعني انتوا احسن. مش عارفه اقول ايه بصراحه. ولا اي حاجه. اخوك الصغير ده شرف لينا المكالمه ومتابعه يا فندم. ربنا يعزك. كلنا بنحب حضرتك في البيت جدا واولادي واتعلمنا من حضرتك حاجات كتير. ربنا يديم محبه يا اختي والله على راسي. على راسي. ربنا يخليك يا سيف علاء بصراحه انا سعيده جدا بكلمك. يعني حاولت كتير جدا ويعني اخيرا كلمت حضرتك. والله احنا يعني سعداء الحظ اللي سمعناك النهارده والله. ربنا
ربنا يخليك والله، واولادي بتحب يعني نفسي يطلعوا كده زي حضرتك. هيبقى احسن مني. عندك مين؟ طمنيني على اولادك. انا عندي محمد عنده 5 سنين. ما شاء الله. 4 سنين. ما شاء الله. ربنا يحفظهم لك. بقى بيدخل المطبخ يعني يعمل بيتزا كده ويقول لي انا عامل زي الشيف علاء. يا حبيبي يا حبيبي ما شاء الله، ربنا يحفظه لك ويجعله ذريه صالحه هو كله واولادنا يا رب ان شاء الله. الله يا رب. انا سعيده جدا جدا كلام حضرتك. انا اسعد يا فندم، انا اسعد. ربنا يخليك. كتر خيرك ونهارك كله خير. سنه طيبه وربنا يخليك الوالد. الله يخليك يا فندم. ربك التربيه الجميله دي. العفو يا فندم، شكرا. انتوا احسن وافضل. شكرا شكرا يا فندم. كده اهو. وهاجي هروح جايب عندي معلقه صغيره، وجايب عندي في كل واحده سنه توميه كده، شايف الكلام اهو كده مش كتير، واروح جايب عليها خيار مخلل مش كتير، طماطمايه فريش، شايف الكلام، ما رضيتش احطها في السخونيه اهو عشان اكل وقرشه الطماطم تكون في بقي زيها زي الفلفل وزيها زي كل حاجه اهو، طماطميتين مش كتير، خياري لو حبيت ازود حاجتي اهو كده. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. في حاجه بقى مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ويمكن اخر حاجه على جنب كنت ممكن انساها، بس الحمد لله ربنا بيسترها معانا. رشه البقدونس على الشاورما يا باشا، دي اهم حاجه، دي الحكايه. تقليبه حلوه بعد ما بردنا شويه اللقمه الشاورما عشان احطها في اللقمه، شايف الملامح عامله ازاي. واجي بقى كده بايدي مش شرط بمعلقه، وابدا ارص مش بالكميه الكتيره اهو تاني، وابدا اصفي لو في اي ميه او اي حاجه، وبعمل كده بص اللقمه اهو مش بكميه كتيره. ليه مش بكميه كتيره؟ لا احنا كرم وكل حاجه، بس انا بتكلم عشان اعرف اقفل اللقمه كويس، وكمان اعرف اعمل سندوتشات كتير، واعرف اروق نفسي، ما بقاش حاسس ان انا كله في لقمه واحده وانا لاكل تقع مني والجو ده، لا اهو شايفين الكلام. وابدا اوصل حقلي كده عشان الف لفه لطيفه اهو كده اهو، واجي هنا راح اعمل كده اهو، بص بعمل ايه اهو اهو. شكرا. اثبت التاني، يلا يا باشا اجهز اهو اهو، بص بالراحه عشان العيش ده اصلا بيتكسر بسرعه اهو اهو. تاني اهو اهو كده اهو، شوف كله زي بعضه اهو. واجي بقى عندي طاسه في البيت مش شرط شوايه، والسحها لسعه حلوه في فرشه، وادخلها الفرن لو عايز، او اسيبها قدام، الموضوع ابسط مما يكون اهو. اخر واحده عملت حاجتي. طيب ايه يا باشا تاني؟ هي العيش ابيض شويه فيحمر ازاي؟ هنديله عندنا فرشه بسيطه جدا اهو، شوف هنا على القطعه، شوف شايف دول؟ خدت بالك؟ اهو فرشه الزيت دي شايفها؟ والون حاجتي كده ولما حاجتي اهو اهو بس كده، وابدا اخد الكلام ده كله زي ما هو كده اهو، شايف الكلام؟ بص بعمل ايه؟ بسم الله اهو كده كده، ونطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نواصل. اتفضل. خلصنا كل حاجه، الشاورما خلصانه، الكبسه قالت لي متشكرين جدا، بقى نغرف ونخلص. الفتوش سايبين الخضره